بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من كورس مهارات التواصل والتفاوض أو مهارات التفاوض والتواصل. إحنا خلصنا مهارات التواصل في أول 5 lectures، والنهاردة نتكلم على مهارات التفاوض النيغوشيشن. فبنشوف مع بعضنا أول حاجة عندنا النهاردة الـ outcomes بتاعت محاضرة النهاردة إيه هي؟ فـ learning outcomes define what is meant by negotiation and applies at a number of different contexts. تاني حاجة identifying the factors that can determine the outcomes of negotiation ونعمل plan للاستراتيجي for successful negotiation وunderstanding the principles بتاعت win-win negotiations. فدي محاضرة النهاردة. فالتعريف بتاع negotiation according to the reference ده negotiation is the art of reaching an agreement by resolving differences through creativity. فاحنا عايزين نوصل لاتفاق مع الطرف الآخر بحيث إن احنا نحقق في الأهداف بتاعتنا. بس احنا عندنا في أنواع مختلفة من negotiation، في إن احنا أنا أكسب وأنت تخسر أو العكس، انت تكسب وانا اخسر، وين لوز ديستريبيوتيف، معناه ان احنا بقى بنطق، يعني كل واحد عايز بيبص لنفسه بس، يا انا اخد الحاجه دي يا انت تاخد الحاجه دي، مفيش حاجه في النص. يبقى احنا كده حضرتك ده اسمه وين لوز نيجوشيشن. وده مثلا ممكن يعني دور انت بقى على كيسز كده في حياتك اليوميه، ازاي ان انت تاخد الحاجه اللي قدامك تخسرها، لكن مفيش حاجه ان احنا نتشارك مع بعض المكسب. ده عكس بقى النوع الثاني انتجريتيف اللي هو الوين وين، يبقى احنا كده هنتقابل في منتصف الطريق وانت هتكسب وانا اكسب وكلنا كويسين. فده عايزين نشوف ايه البنفيتس بتاعت الوين وين والناس كلها مبسوطة والاتفاق يتم، ويبقى احنا كده ايه قسمنا البلد نصين زي ما المصريين بيقولوا. يبقى انا عايز اشوف دلوقتي البلاننج تو نيجوشيشن. اولا استبلش يور اوبجكتيفز، انت عايز ايه اصلا؟ انت داخل النيجوشيشن دي بغرض ايه؟ ايه الاوبجكتيف بتاعك؟ عايز تحصل على ايه؟ وفي نفس الوقت establish other parties objectives، شوف الناس التانية هيكونوا جايين وفي دماغهم ايه؟ بنتكلم على منتج مثلا، فهم جايين وفي دماغهم سعر معين، تمام؟ بنتكلم على حاجات انت حضرتك عايز تشتريها، تمام؟ بنتكلم على حاجات ايه بالظبط، الدنيا ماشية ازاي، تمام؟ يبقى احنا عايزين نشوف ايه الاوبجكتيف بتاعتك والناس التانيين جايين وفي دماغهم ايه. يبقى انت كده بتفكر بشكل استباقي وبتحط نفسك مكانهم، ان هم جايين عشان يقولوا كذا وكذا وكذا. بعد كده بنعمل فريم نيجوشيشن از ا جوينت سيرش فور ا سوليوشن، عايزين نحط بقى فريم نقدر نوصل لايه في النيجوشيشن بتاعتنا دي، وايدنتيفاي الاريا بتاع الاجريمنت بتاعتنا، احنا ممكن نتفق على كذا وكذا اذا هم قالوا لي كذا وكذا، واذا ما قالوش كذا وكذا يبقى الحته دي انا مش هقدر اتواصل فيها او اعمل فيها اتفاق. يبقى انا دلوقتي بشوف انا اقدر اقبل ايه من قبل ما ادخل النيجوشيشن. حضرتك لو دخلت النيجوشيشن ومش حاطط في دماغك الكلام ده، تمام، يبقى مش سهل جدا ان انت تخسر النيجوشيشن بتاعتك وتوصل لاتفاقات انت هتبقى ديساتسفايد بيها بعد كده. ترابل شوت ديس اجريمنت بارجنينج وسيك الترناتيف سوليوشن وانتدروس تريد اوف. حضرتك شوف بقى كده لو احنا ما اتفقناش، تمام، ايه الالترناتيفز الاخرى بقى وايه الحلول ليها، وتعمل موازنه بين الكلام ده كله. احسن لي ان انا اوصل لاتفاق بنسبه كذا كذا، او انا خلاص يعني ما يهمنيش الاتفاق ده. agreement and the clause summarize بقى الاجريمنت اللي انت عملته ولازم يتكتب، تمام، وانشور ان هو acceptance من الطرفين. طيب ازاي انا اقدر اثر على الاخرين بالبوزيشن اللي انا بستخدمه بالسلطه بتاعتي؟ انا داخل الاتفاق ده وانا عندي سلطه ايه، تمام، انا البوزيشن بتاعي في الهيراركي بتاع المؤسسه بتاعتي ايه. فانت حضرتك بتتفق من خلال السلطه بتاعتك، تمام، والباور ان انت تعمل كده، فتأثيرك وتأثير السلطة بتاعتك ده كده ممكن يأثر على الآخرين. او انا داخل بقى بمنظور التعاطف، انا داخل يا جدعان وحالتي صعبة جدا وعندي ظروف كذا كذا كذا، ويعني ساعدوني معلش كتر خيركم ويتعوضها لكم المرة الجاية، وانا عارف ان انا
يعني بقرص عليكم شوية بس معلش عشان خاطري، أصل حصل كذا وكذا وكذا والسوق اتضرب وبيت اتخرب، وتقعد تعيط شوية تمام، فعشان تكسب التعاطف ويبقى اللي قدامك ما عندوش العناد إن هو يديك الحاجات اللي أنت عايزها، أو إن أنا جاي بحللكوا المشاكل اللي عندكوا دي، ده أنتوا عندكوا مشاكل كذا وكذا وكذا وأنا بحلها لكم تمام، يبقى أنا كتر خير إن أنا بحللكوا المشاكل بتاعتكم. فدي بنسميها الـ 3 Ps: Position, Perspective and Problems. طيب أنا إيه الفاكتورز بتاعت الـ Success؟ إن أنت أصلا تكون حاسس إن أنت بتتكلم في قضية مهمة تمام وليها شرعية، فدي حضرتك شرعية القضية بتاعتك وإن أنت معاك حق في اللي أنت بتقوله وإن أنت تبقى مقتنع باللي أنت بتقوله واللي أنت بتعرضه، فيبقى حضرتك حاسس بأهمية الموضوع وإن أنت عندك موضوع مهم وكمان حضرتك مقتنع بيه، وممكن حضرتك في النص أنت بتجامل الطرف الآخر بحيث إن هو يبقى متحيز لفكرتك اللي أنت بتقولها، وممكن كمان تعمل أدابتيشن للستايل بتاعه. هنشوف دلوقتي الستايلز المختلفة، فأنت تأقلم نفسك على الستايل بتاعه، إذا كان كويك تشوف النظام بتاع الكويك ماشي إزاي، إذا كان ديليبتريف ممكن برضه نشوف النظام بتاعه ماشي إزاي، ونعمل علاقات مع الناس ويبقى عندنا حضرتك حوافز نقدر نقدمها للطرف الآخر، ومقايضات ممكن أسيب دي قصاد إن أنت تسيب لي دي، أسيب لك نسبة السوق كذا وأنت تسيب لي حرية التصرف في السعر كذا مثلا، يبقى حضرتك عندك في حوافز بتقدمها اللي قدامك وفي مقايضات ممكن تسيبها لو هو اللي قدامك طلبها، وتملي تكون شايف الصورة الكبيرة إن أنا لما أتفق هيحصل إيه للمؤسسة بتاعتي أو للبلد بتاعتي أو لكذا، ولو ما اتفقتش إيه الخسائر بتاعتي، فيبقى أنت حاطط الصورة الأكبر قدامك على طول عشان تقدر تقول إن أنا عارف إيه الفاكتورز بتاعت السكسس بتاعت النيجوشيشن بتاعتي. طيب التيبس بقى حاجات تخلي بالك منها: aim high to begin with، لازم تبتدي بأعلى حاجة أنت عايزها أو تتخيلها أو حتى فوق اللي أنت عايزه تمام. ليه؟ لأن easier to lose ground than gain ground، فأنت حضرتك من الأسهل في النيجوشيشن إن أنا أقول له طب خلاص سبت لك كذا تمام، عكس ما أنت تقول لا ده أنا عايز كذا وعايز كذا بعد كده، فحضرتك يبقى أنا لما ابتدي عالي وابتدي أنزل في الحاجات بتاعتي تمام، يبقى الراجل ده كده ايه، الراجل كده ده مبسوط ان هو اعتبر نفسه كسب حاجات مع ان انا اصلا ما كانتش مهمه بالنسبه لي، ان هي ما كانش انا عايزها، انا بس مجرد ابتديت بالحاجات العاليه، يبقى انا هقول لك على العربيه دي انا عايز مليون وانا اصلا كنت حاطط فيها رينج نص مليون تمام، فلما انت تقول لي ايه اللي انت بتقوله ده لا انزل شويه، اقول لك خلاص 700 الف بتاع، فانت عمال تنزل وانت اصلا في دماغك ان هي في الاخر ما تساويش غير نص مليون مثلا. عايزين تنازلات وتحس ان تحس ان قدامك ان انت بتعملها بقى على مضض بقى، يعني انت حضرتك كده يعني ضغطت علينا جدا في المشروع ده، واحنا صراحة الاسعار دي ما كانش بنورد بيها خالص، لكن عشان حضرتك وعايزين نعمل تعاون مع سيادتك زي بعضه، فانت بتحسس اللي قدامك ان انت على مضض قدمت هذه التنازلات، في حين ان انت اصلا بتضحك في سرك ان انت حضرتك حققت اتفاق كويس وكسبان منه كويس جدا. بريك داون كومبلكس ديل، اذا كان الديل بتاعك كبير ممكن نقسمه على حتت بحيث نجوشيت كل حته لوحدها تمام، واللغه اللي انت بتستخدمها ميك بروبوزلز ويز اوبن كويشنز ساتش اس، فانت حضرتك في بدايه النيجوشيشن بتاعتك بتسال اسئله مفتوحه تمام، والاسئله المفتوحه دي وات وود هابن اذا عملنا كذا كذا، طب سبوز ان حصل ظروف كذا هيحصل ايه ساعتها، طب ايه الدنيا لو احنا ما عملناش كذا تمام، فانت بتشوف الطرف الاخر هيقدم لك ايه وهيبقى الرياكشن بتاعه ايه في بعض السيتويشنز بحيث تبقى عارف الدنيا تمشي ازاي، وفي نفس الوقت ممكن تكون انت عندك عامل حساب ان انت تتعامل مع ناس يعني دماغها ناشفه تمام، ستون وولز ده يعني جدار حجر، يعني الناس دي انت لو الراجل اللي قدامك ده دماغه ناشفه انت هتعمل معاه ايه، برضو تكون حاطط في دماغك الحاجات دي قبل ما تشتغل، وخلي بالك ان انت في الاخر مفيش اتفاق من غير كتابه، اصل انت قلت لي المره اللي فاتت لا دي مش موجوده، قلت لي دي معايا حضرتك اهو العقد وانت موقع عليه وكان فيه كذا كذا كذا.
نيجوشيشن بروسيس عندنا بقى الستايل وعندنا الاوت كوم وعندنا البرنسبلز. فاحنا الستايل زي ما قلنا من شويه عندنا الكويك ستايل، عنده بقى سريع جدا يعني، فانت حضرتك الستايل بتاعت كويك سريع. او عندنا الدليفريتي، يبقى احنا عندنا بقى ايه، واحد متأني تمام وماشي بشويش على مهله، فده اسمه الدليفريتي. وممكن انت في النص تبقى انت عندك حاجه ستايل بين الاثنين دول. فالستايل مقصود بيه ان انت بتدخل لقلب الموضوع على طول وتقول للراجل هو ده يا عندنا يا بلاش، يبقى نيجوشيشن ان هاري، انا مش فاضي يعني، خلصنا، هو السعر كذا موافق ولا مش موافق. يوز وين يو وانت نيجوشيت وذ ذوز بيبول اجين، يعني خلاص مش يعني هم عملوا مشاكل كتير المره اللي فاتت، فاحنا السعر هو كذا، عجبكم عجبكم مش عجبكم خلاص انتوا ما تهمونيش في حاجه يعني. get the best deal وزود regret to the other size win، هو بقى خسر كسب ما اعرفش انت مالكش، وزود regard to other size win، هو كسب خسر مالناش دعوه تمام، انا عايز دي وهي دي اللي انا هعملها، عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص تمام. فاكيد انت كده حضرتك في موقف سلطه معين، اكيد الطرف الثاني انت عمل اخطاء في الماضي وبالتالي انت بتقصو عليه عشان هو عمل اخطاء في الماضي، وهو كسب خلاص ما كسبش، ما هو كسب المره اللي فاتت مش لازم يكسب المره دي مثلا، فده اسمه الكويك ستايل. الديليبريت ستايل معناه ان احنا بقى ايه، عايزين نتأنى في الموضوع، نتأنى في الموضوع عشان احنا نعمل اتفاقات بعد كده كتير، انا كمصنع وطالب منك ان انت تورد لي كل شويه كذا، فانا عايز اوصل معاك لاتفاق عشان انت حاجتك كويسه تمام، بس مشكلتنا ايه نقدر نحلها مع بعض. فالريليشن شيب اللي احنا عايزين نعملها دي عايزين نخليها كويسه، فبالتالي احنا هنمشي ببطء شويه في الاتفاقات بتاعتنا ونتفق على كل ايتم بالتفصيل عشان انا ناوي اتعامل معاكم كتير بعد كده. الاوت كومز بتاعتك لازم تبقى رياليستيك، بوث سايد ساتسفايد، احنا الاثنين متفقين وعملنا وين وين سيتويشن، ما بقاش فيه وين لوز ولا حاجه. يوجوالي ريزلتس فروم ديليبريت ستايل، اكيد دي هتطلع بقى من ان احنا ادام وين وين، يبقى احنا كنا متانيين وما فيش حد يعني كان جاي متضايق من الثاني. اكسبتابل تمام، لايكلي تو ريزلت فروم كويك ستايل اكسبتابل، و something از بيتر ذان nothing، يبقى من الناس اللي بتستخدم كويك ستايل تمام، وبيبقى الشعار بتاعه يعني حاجه احسن من ما فيش، يعني هو انت زنقته في الحيطه فهو بالتالي ما قداموش حاجه يتفق معاك، ويا اما البضاعه بتاعته هتبوظ وهتتركن، فهو بيقول لك خلاص يعني ايه something is better than nothing. We always ask for a better deal، تملي بتسال فيه ان احنا الزياده. طيب انا عندي يا اما realistic تمام، يا اما acceptable، يا اما worst بقى، يعني ما انا when you are so stubborn to be flexible، فانت حضرتك يعني ما كانش عندك قابليه ان انت تقدر تبقى مرن كفايه، فبالتالي قدرت تخسر او يعني غصب عنك خسرت، فدي بقت الورست بتاعت الاوت كومز بتاعتك. يوجوالي فروم كويك ستايل طبعا اللي هي العكس بقى بتاع الاكسبتابل، ده الراجل ده كسب وانت حضرتك اللي خسرت، فبقى دول الاثنين دول بتوع الكويك ستايل، وانت عندك وين وين هو الرياليستيك المقبول في الاثنين. الاوتكمز بريديترمايز اوتكمز بيفور يو ستارت نيجوشيشن، يبقى انا بشوف الاوتكمز قبل ما ابتدي النيجوشيشن، يو هاف ا بيتر تشانس اوف جيتنج ا بيتر ريزلت، واشوف هل ممكن ان انا احسن الظروف ان انا احصل على بيتر ريزلت ولا لا. Think carefully وcreatively and think ahead، شوف تملي المستقبل فيه ايه وبص لقدام تمام، وبالتالي تقدر ان انت تعرف حدود ارضيتك ايه اللي انت هتعمل عليها negotiation. Principle اذا كان مفيش rule اعمل agenda تمام، وكل حاجة قبل للتفاوض تمام، وتملي ask for a better deal، يعني ما توقفش تملي على الديل اللي هو هيديه لك حتى وان كان مناسب ليك، اسك فور ا بيتر ديل، لان ده نفسيا بتحسسه ان انت اصلا ما هو انت مظلوم وان هو كان عايز احسن من كده، وبتحسسه في نفس الوقت ان هو لو الاتفاق خلص على كده فهو كسب مكسب كويس جدا، يبقى يعني ده حاله نفسيه. بي كرييتيف في البرنسبلز بتاعتك واتعود تقول نو معايا، في ناس بتتكسف، اللي بيكسف ده ما تاخدوش في المفاوضات بتاعتك تمام،
يبقى في ناس تتكسف ويقول له طب خلاص ماشي مش عارف ايه. فانت ليرن تو سي نو، دي مهم. Are you a motivated negotiator؟ إذا كان عندك أنت بقى الحماس معايا والconfidence، ويبقى أنت راجل بتengage كويس مع النegotiation، بتقدر تتعرف على الحاجات اللي قدامك كويس، وتقدر تكوبريت مع الناس، وما عندكش خداع وكلامك كله موثوق بيه، تمام؟ وعندك social skills كويسة، وبتenjoy التعامل مع البيبول، وبتقرس انترست مع الآخرين في بعض الأمور، وبتقدر تتعامل مع تيم وورك، تمام؟ وبتعمل كنترول كويس على نفسك، وعندك شوية إبداع، تمام؟ وبتقدر إن أنت تعمل ديلز كويسة، فحضرتك كده نيجوشيتور كويس. ايه الموديل اللي المفروض هنمشي عليه في النيجوشيشن؟ اول حاجه انفستيجيشن، ما انا لازم اعمل يعني تحليل وكشف للمسائل قبل ما ابتدي، يعني الدنيا ماشيه ازاي، السوق ماشي ازاي، هو عنده ايه، انا ما عنديش ايه، الاسعار عامله ازاي. فانا بعمل انفستيجيشن الاول، وبعمل برزنتيشن، وبعدين بعمل بارجنينج بقى. يبقى كده انا تفاضل ونعمل بارجنينج، وفي الاخر نوصل لاجريمنت. يبقى احنا عندنا انفستيجيشن، برزنتيشن، بارجنينج اند اجريمنت، يبقى في الاخر وصلنا لاجريمنت والحمد لله. في الانفستيجيشن حضرتك انت بتبقى وات دو يو وونت، انت عايز ايه من قبل ما تروح، تمام؟ طب وهم الاذر سايد هم عايزين ايه من قبل ما تروح، فانت حاطط الكلام ده. الستايل اللي هستخدمه ايه، هستخدم الكويك ولا الديليبريت، يبقى انا هشوف هستخدم الارنب ولا السلحفه، تمام؟ طب ايه الكونسيكونسز بتاعت كل اختيار، ايه العواقب بتاعت دي والعواقب بتاعت دي، لو انا اتفقت بنسبة كذا ايه العواقب، ولو ما اتفقتش هيحصل ايه للشركة وهعمل ايه. يبقى حضرتك في كونسيكونسز لازم تبص عليها. بالنسبة للبرزنتيشن حضرتك prepare other sides case. ده انا بقى بشوف بحضر واحد بقول له انت تمثل الشركة التانية دلوقتي، وانا احاول اقنعك بكذا، وانت ترد عليا، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى حضرتك هنا البرزنتيشن دي مهمه، بريزنت ريزونز فور يور سايد بيتر، فبالتالي انا بناء على اللي انت هتقوله انا ممكن احسن البيتر برزنتيشن بتاعتي احسن، واعمل بلاننج شيت، تمام؟ واشوف ايه الايشو اللي هنتكلم فيها، تمام؟ وعندي الثلاث حالات بتوعنا، رياليستيك ولا بوسيبل ولا وورست، وابص على كل ايتم من دول هيبقى ماشي ازاي بالنسبه لي، تمام؟ بحيث ايه ان انا اسيبه ايه اللي ما اسيبوش في النيجوشيشن. ذا برزنتيشن نفسها بقى، البرزنتيشن نفسها لازم يكون التايتل بتاعها كويس، ريديوس ماست نو ايتمز، والكي ووردز بتاعتك تكون مفهومه للجميع، ومين سبيتش اراوند الكي ووردز، والفيجوالز بتاعت البرزنتيشن بتاعتك لازم يكون انتر اكتف كويسه، ودونت جيف concessions to just to keep things going. ما ينفعش حضرتك تعمل كده، ولازم تعمل a note of concerns and keep going، وبالتالي يبقى حضرتك عملت presentation كويس. طب خلاص بقى قعدنا على طاولة المفاوضات وهنعمل bargaining دلوقتي، تمام؟ ف when in doubt ask a question. فإذا أنت يعني في حاجة مش واضحة لا اسأل فيها عشان نستوضح، إذ ربما تكون الحاجة اللي مش واضحة دي هتودي الشركة في داهية وانت مش واخد بالك، تمام؟ يبقى حضرتك دي تسأل فيها، وما تسألش بقى yes or no questions اللي هي closed question، لا ده انا بسأل open questions. reflective questions، والتكتيك اللي انت هتستخدمه ايه هو، هنتكلم على التكتيكس دلوقتي. يبقى انا دلوقتي هستخدم التكتيكس، فممكن ان انت تستخدم التكتيك بتاع الانسحاب. طب يا جماعة انا منسحب من المفاوضات دي، تمام؟ يبقى انا كده انسحبت، لكن ما تستخدمش بقى الانفجار العاطفي، ان انت بقى يبقى عندك يعني تخلي اللي قدامك يحس ان انت ايموشنالي او ان كنترول، وان انت تقعد تجادل في فرعيه بره الموضوع، تمام؟ وفي سبيشال كيس حصلت يا عم، ما خلاص دي كانت سبيشال كيس ومش هتحصل تاني، وان انت تتظاهر بالجهل، تمام؟ وان انت مش فاهم. طب واحنا قاعدين مع واحد مش فاهم ليه ما تجيب لنا واحد بيفهم، تمام؟ او ان انت عمال تلعب عشان تكسب وقت، تمام؟ فالحيله بتاعتك واضحه، او ان انت تتراجع عن مواقفك اللي انت بتتكلم فيها كل شويه، طب ما احنا لو قرصنا عليه هيتراجع اكتر، او تقول له طب انت قول الاول، تمام؟
او انت بتستخدم الناس في انفايرمنت مش كويس ومقعدهم في مكان غير مريح فالقعده كلها مش ظريفه، او تقول له طب خلاص هسال اللي فوقيه. تمام، طب ما انت الهاير اوثورتي كان يوم هو اللي يقعد معانا بدل ما انت بتقول انا رايح ارجع له، طب ما قعدتش معانا ليه؟ not willing to make any change، انا غير مخول يا اخوانا ان انا اعمل اي تعديلات في الاتفاقيه دي. طب وانت جاي تعمل ايه؟ فحضرتك قاعد كمان ساكت ولا بترد على الناس ولا بتعمل حاجه. فدي التكتيكس بتاعتك دي، ان انت تقدر تنسحب بدل ما تقعد تعمل الحاجات اللي مش كويسه دي. طيب ممكن نعمل السيناريو بتاع جود جاي وباد جاي، انا هقعد اصرخ وازعق ولا او ما يصحش، ومقعد واحد من الفريق بتاعي يقول لي بس اهدى يا حاج عبده، طب احنا هنمشيها كذا خلاص مش عارف ايه. فبرضو الطريقه دي بتاعت ان انا ابان باد جاي وقاعد جنبي جود جاي، تمام، دي برضو مش كويس. هنوصل لاجريمنت، يبقى الاجريمنت لا نيوترال او كومفورتابل للاثنين، وبي اتنشن تو وات اذر ساي، ونشوف الناس بقى دي بتقول ايه على الاجريمنت ده، ونشوف الفيجوال بتاعهم ايه هو، تمام، بالنسبه للموضوع. واسك اوبن اندد كويشنز على اساس ان احنا خلاص وصلنا الاتفاقيه، ونشوف الرياكشن بتاع الناس، ونعمل عليه سكرين اوت لكل الفيجوال بتاعهم، وليسن للريسبونس بتاعهم عشان نشوف انطباعاتهم عن الاتفاق بتاعنا. وتملي خليك انت استباقي مش البيهيفير بتاعك تفاعلي، يعني انت تملي اللي بتولد الاحداث مش ان انت اللي بترد على الاحداث بتاعك، يبقى عندك سلوك استباقي مش سلوك تفاعلي. A good negotiator is creative، تمام، عنده قدرات متنوعه، واسع الاطلاع، تمام، motivated، تمام، وهاز ability to walk away لما الدنيا تتأزم، ممكن هو بيستأذن على أساس إن أنا كده الاتفاق مش جايب أهمه، فده كده اسمه الخروج الآمن، وده كده كويس. يبقى احنا كده خلصنا المحاضرة الرقم 6 في النيجوشيشن، وإن شاء الله نشوفكم في محاضرة قادمة.